شملها دابا حيت هاد الاتفاق تيشملها سي شوبير كريتيري سان بوتيكو بوجو سي لا حلستيا تيدير سي لا بوتيكو واحد الكوميديا جميعة بوكا الصفا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آية الذكر الحكيم وتخليدا للذكرى 68 لثورة الملك والشعب والتي تقترن بالاحتفاء بعيد الشباب المجيد الذي يخلد هذه السنة الذكرى 58 لميلاد حضرة صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصر الله عيره. سيتفضل السيد النائب الإقليمي للمندوبية السامية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. تجسدت الأواصر القوية للعرش والشعب في الرحلة الملكية إلى طنجة في 9 أبريل 1947 التي ترمز للوحدة الوطنية وخطاب جلالة التاريخي الذي أكد فيه على وحدة المغرب ومطالبته باستقلاله وانتمائه لمحيطه العربي والإسلامي وإصراره على التصدي لمخطط الاستعماري الرامي إلى طمس الشخصية المغربية. وصلت المواجهة أوجها وأقدم المستعمر على نفي رمز السيادة الوطنية في مثل هذا اليوم من سنة 1953. إن هذا الرصيد البشري والحضاري المتجدد والمتواصل هو الذي مكن بلادنا من رفع التحديات وتجاوز الصعوبات عبر تاريخها الطويل والحديث. انتهى المقتطف من النطق الملكي الثاني. رحم الله شهداء الحرية والاستقلال والوحدة الترابية، وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المقتول محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والمنفى مبدع المسيرة الخضراء المظفرة وموحد البلاد جلالة المقتول الحسن الثاني. وحفظ الله بالسبع المثاني وبما حفظ به الذكر الحكيم باني المغرب الجديد وباعث نهضته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحقق به وعلى يديه كل ما يسعو إليه شعبنا من بناء ونماء وتقدم وازدهار وأمن واستقرار. قرير العين بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير الجديد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم المصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علاقاتنا مع جارتنا إسبانيا، صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصارعها. غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية، فإضافة إلى الثوابت التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين. وقد تابعت جثيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات، ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات. وإننا نتصدى بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الشركاء مع الحكومة الإسبانية ومع رئيسها معالي السيد بيدرو سانشيز من أجل تشييد مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات. وهو نفس الالتزام الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا التي تجمعني برئيسها، فقامت السيد إيمانويل ماكرون روابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل. شبير عزيز، إذا كانت ثورة الملك والشاب قد شكلت منعطفا تاريخي في تاريخ حرية المغرب واستقلاله، فإننا اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة
لرفع التحديات الداخلية والخارجية. ونقصد هذه المناسبة لنترحم على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وفي مقدمتهم بطل التحرير جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح ولينا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني. طيب الله ترحمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.